نحن سعداء بتقديم متحف رايكس بأمستردام بمساعدة أحد محافظي المتحف. My name is Peter Roelofs. اسمي بيتر رولوف، أنا محافظ فنون القرن السابع عشر من متحف رايكس. The Rijks Museum. لقد تم ترميم متحف رايكس بكامله في السنوات الأخيرة. استرجعنا للمبنى هنا أجواء عام 1985، السنة الرسمية لنشأة متحفنا الوطني. تم ترميمه كليا وكيفناه في أسلوب مع مهامه الجديدة. متحف رايكس هو متحف حديث، ولكن تم الاحتفاظ بجو المبنى الأصلي لسنة 1985. في قلب متحف رايكس هو معرض الشرف، هنا علقت اللوحات الأكثر إشارة لمشاهير من الفنانين الكبار في العصر الذهبي، وبطبيعة الحال حراس الليل دنخت فخت لرامبرانت، وأخذت ذروتها في هذه المساحة من الفن الديني. تعرض كذلك لوحات كل من فرمير، هالز، ستين، ريكزال. إذا كنت ترغب في زيارة المتحف رايكس ولو لي 30 دقيقة، هذا هو المكان الذي يجب عليك زيارته. ولكن بالطبع هناك ما هو أكثر من ذلك، تحكي 8000 قطعة في حوالي 80 صالة عرض، 800 سنة من الفن والتاريخ الهولندي، جناح آسيا في البناية الحديثة، وكأننا نعيش في عالم مجوهرات الشرق الأقصى، ويشمل على أعمال فنية باهرة من الصين واليابان وكوريا وإندونيسيا. إنه واحد من أروع المجموعات الأوروبية في هذا المجال. متحف رايكس هو ربما المتحف الوحيد في العالم حيث يمكنك ركوب دراجة. كانت هذه البوابة الأصلية هي مدخل المدينة من الحقول في القرن 19. رائع كيف يستخدم راكبي الدراجات والزوار هذا المنفذ معا، مشيا أو ممتطيا دراجة. ترى على الجانبين الأيسر والأيمن القاعة المركزية للمتحف، حيث يمكنك أن تشعر بجو المتحف. نريد أيضا أن نيسر لكم الوصول لكل جنبات المتحف، لذلك تم فتح الحدائق وتم تجديدها وصممت كحديقة التماثيل. إنها مفتوحة للجميع من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل. من الجواب الفريدة للمتحف هي المتاحف الثلاثة القريبة من بعضها البعض، متحف رايكس، فان خوخ ومتحف ستيدليك، يمثلون معا 900 سنة من الفن التاريخ الهولندي. الجو الحميمي للساحة هو أيضا فريد من نوعه في العالم، بما في ذلك المباني المذهلة. نوعية الأعمال الفنية المعروضة هنا سوف لن تصدقها، على الأقل اخضع لها مرة واحدة في حياتك. المدينة الأصلية مع القنوات وكأنها أحزمة، حيث تم إنشاء العديد من هذه الأعمال وما يزال هذا مستمرا. أمستردام هي حقيقة متحف كبير في الهواء الطلق. إذا كنت تحب الفن، قم بزيارة متحف رايكس، ليس هناك عذر.